ثنائية حازم إمام وجونيور فيما هدف الترجي كان طريق فرانك أوليفي هذا حدو يلعب كرة ممتاز والهدف الترجي سجل الترجي سجل كرة بالشبكة وهدف عن طريق بنغيط الجزائري هذه المرة يسدد كرة ماكرة صعبة جدا على أبو جبل والفريق التونسي يتقدم بالواحد صفر الثالثة بكشخة الثالثة بالشبكة هذه المرة رؤوف بنغيط يوقع على كرة كلاسيكية ترجي واحد الزمالك لا شيء الترجي يتمكن من التسجيل ترجي فريق قادر على صناعة العبور فريق عالي الكعب ورفيع المقام وصاحب حضور فريق قوي يكرس منطق التفوق في أي مكان وفي أي زمان أسبقية الترجي وسط باتة في الدفاع الزمالكاوي كورة من حمدو للمتكلم بأسبقية الاسبيرانس ترجي واحد الزمالك لا شيء ولمسة الجزائري تمنح فرحة أولاد بابس الضغط العالي والضغط من الأطراف ما عطاش الفرصة للزمالك هنا جبل أن ينطلق الكرة يسعد التعادل والتعادل والتعادل أي صاروخ هذا أي كرة هذه والناجم يرب على الجزائري إذا كان الترجي سجل عن طريق بنغيط الجزائري فان الزمالك يعدل عن طريق المغربي والناجم واحد واحد والفريق الزمالكاوي يتمكن من ادراك كرة التعادل قذيفة من مسافة بعيدة والنجم يعبر الكفة واحد واحد والفريق الزمالكاوي يرجع للمباراة يتنفس الفريق الزمالكاوي بهدف والنجم هدف التعبيل بعد كورة مباغتة بعد كورة صوبها في غاية الثقة والتركيز شوف العادة كنترول انتظر وسدت كورة قوية كان متقدم الحارس بن شرفية هدف مقابل هدف في هذه القمة العربية قمة عربية في إطار أفريقي هدف بن غيث يعطي للمباراة رونق أسبقية الترجي تمكن الزمالك من العودة هدفان في الشاسي يلعب كرة في اليسار عند زيزو زيزو لعبد الشافي عرضية من عبد الشافي زمالك هجمة سريعة في كرة خطيرة والهدف الثاني والهدف الثاني الزمالك يسجل الزمالك يسجل الهدف الثاني عن طريق زيزو زيزو يضع كرة في المرمى وسط اعتراض من لاعبي الترجي زيزو يسجل ثاني هدف الزمالك نقاش واعتراض من لاعبي الترجي والحكم رضوان شيد الورقة الحمراء سيشر الورقة الحمراء المغربي نقاش من لاعبي الترجي يطالبوا بخطأ هدف يحتسب للزمالك واعتراض من جانب الترجي رضوان شيد الورقة الحمراء مازال النقاش مستمر يعني كنا نتمنى ان تنتهي المباراة دون ان نشاهد الورقة الحمراء الحمد لله انذار شفت الورقة الحمراء تخوفت انذار في وجه بن شرفية طبعا يعني نتمنى هذا اللقاء العربي ينتهي في كنف الروح الرياضية الورقة الحمراء تسجل حضورها الورقة الحمراء تسجل حضورها يطرد لاعب الترجي ترجي كامل المباراة بعشرة نقاش من لاعبي فريق الترجي نترك هذا للفقرة التحكيمية إذا النقاش مستمر من لاعبي فريق الترجي فرحة جمهور الزمالك بثاني الأهداف الزمالك يتقدم 2-1 هذه الإعادة إعادة لثاني أهداف الزمالك زيزو لعبد الشافي كورة داخل منطقة الجزاء كان طالب بخطأ الهدف عن طريق بن شرقي بن شرقي اللي سجل هدف
بنشر كي وليس زيزو معذرة بنشر كي صاحب الهدف الثاني والترجي كان يطالب بخطأ في المرتين كان يطالب بخطأ في شارع من شارع لاعبين الترجي هناك دفع قام به اللاعب اشرف بن شرقي لاعب فريق الزمالك المغربي ثاني اهداف الزمالك بامضاء بن شرقي